العملية اللي احنا بنتكلم عنها دي. نور استاذ سامح، بنتكلم في ملايين الملايين الملايين. الله عليك يا رئاسة، خش علينا واحنا مفتحين عينينا. طب بص، قبل بسم الله الرحمن الرحيم وقبل اي حاجة، تجيب لي فلوسي من البني ادم ده. بالظبط كده. ماشي يا فتحي، عشان تبقى معانا في العملية دي، عشان الاستاذ سامح يبقى مرضي برضو، لازم ترجع له فلوس. بصراحة صح، عنده حق بصراحة. حاضر، امشي كلامك، بكرة الصبح تمامه ما عندك. لا انا عايز فلوس النهار. لا اجيبهم لك منين دلوقتي؟ خلاص قالك هيرجعهم لك بكرة. بكرة نجلة. عملت ايه في التحقيق؟ صحيح اسكتوا، والله انا كان قلبي واقع في رجليا، بس افتكرت كلامكم بقى وفضلت كده مركزة في عيون المحقق لحد ما مشاني. جدع نجلة. حلو، من هنا ورايح شغل البلد اللي انتوا عملتوه من شوية ده ما يحصلش تاني. كل واحد يركز في فلوسه بس، ما حدش يطلع في فلوس تاني، فاهمين ولا لا؟ لو سمحت يا مستر عوض. عايزة ايه نجلة؟ يعني بدون قطع كلامك، بس بمناسبه الفلوس، فين فلوسي؟ كل واحد فينا معانا. بالظبط، اصل نجلاء في كمين على اول الطريق والمبلغ كبير. بالظبط، فخفنا نتمسك فقسمناه علينا عشان نعدي بيه. يعني مستر عمر قال لي مش هينفع. بسيبك هنا في الشنطه اهو اهو اهو. 108000 بالظبط، على 6 في 6 يعملوا 650000. يلا يا ماجي. اتفضلي. يلا يا ابله. بقول لك اهمك يا ما شاء الله. يلا كانوا في عينيا والله، شايلوني في عينيا. يلا يا بنتي، فلوسك معايا. فلوسك خدي خدي وقعت، ما تخافيش خالص. يلا اهو يزيدوا يا ست سكر حبيبتي. اهم حاجه الامانه. طبعا انت هتقولي لي زي ما هم. قول بقى. بص انا مش عارف اعمل لك بطاقه زي بتاعه المره اللي فاتت، بس ممكن اجيب لك بطاقه بتاعه اي راجل باي، والاخت ماجي ممكن تعمل المكياج بتاعه. قوي قوي، ممكن اعمل كده. هتجيبها امتى؟